السلام عليكم. في داله اسمها كاونت بتعد الخلايا اللي انا عامل لها سيلكت، بقول له كاونت وبعد كده بحدد له الحاجات اللي انا عايز اعمل لها حصر، وبقفل الكوست وبدوس انتر، فبيقول لي ان عددهم 9، الخلايا اللي انا عامل لها سيلكت 9. طيب في حاجه تانية اسمها كاونت بلانك، يعني لو انا عندي اي خلايا فاضيه يبدا يحسب، اقول له يساوي كاونت بلانك وبدي له رينج معين مثلا من هنا لهنا، واقفل بوس وادوس انتر، هو بيجمع بس الخلايا الفاضيه 1 2 3 4 5 6. يعني لو في عندي مرتبات موظفين وفي حاجات فاضيه يبدا يحسب. طيب في حاجه تانية برضو اسمها كاونت اف، دي بتعمل ايه؟ دي بتديني كارتيريا معينة تبدأ تعدها، يعني هقول له مثلا الرينج بتاعي اهوت مثلا من هنا لهنا، تمام، وبعد كده بدوس الفصلة ديت، وبعد كده اديله كارتيريا معينة مثلا وليكن مثلا اكبر من 1000 مثلا، اكبر من 1000، تمام، واقفل الكورس وسنتر. يقول لي ان هما 8، الاكثر من 1000 في المجموعة دي 8، 1 2 3 4 5 6 7 8. طبعا ما حسبش ديت وما حسبش حاجة فاضية.